الأطفال مثلهم مثل أي حدا كبير بيمرق بمشاكل نفسية، بيمرق أحيانا بمشاعر سلبية من المحيط، ممكن نحن ما نشعر في أنه هذا الطفل تأذى بسبب هذا التصرف مننا ودخل بحالة نفسية حالة اكتئاب، ولكن هل اليوم عم بيعيش نفس أعراض العمر الأكبر؟ هل عم يكون نفس درجات الاكتئاب؟ شو رأيك يا هايتي؟ أكيد يا رشا، يعني مثل ما ذكرت اليوم يمكن الأطفال مثلهم مثل الكبار ممكن يمروا بمشاكل نفسية، بضغوط كثيرة بالحياة، ولكن هنن يمكن ما يعرفوا يتحكموا أكثر بمشاعرهم ويضبطوها. اليوم يمكن في كثير من الأسباب يلي بتشكل عندهم هي المشاكل النفسية، إن كانت بداية من المشاكل بالأسرة أو إن كانت من المحيط الخارجي أو كثير من الظروف اللي ممكن تأثر على سلوكهم وعلى شخصياتهم. طيب كيف ممكن نحن اليوم نفهم هذا الطفل، نفهم المشاكل اللي عم بيعيشها، كيف ممكن نقدم لهم الدعم، وإيمت ممكن نلجأ للأخصائي النفسي؟ اليوم معنا رح نحكي أكثر مع الأخصائية النفسية شذا عبد اللطيف. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يا صباح الخير. صباح الخير شذا. برد اليوم ما عم تقولي؟ والله شوية برد شوي كتير. أهلا وسهلا شذا. اليوم عم نحكي عن هيك هذا العنصر المدمر الهالك الموجود بحياة كل حدا فينا، هو العنصر المجمل بنفس الوقت. صحيح. ولكن مثل ما أن هذا الطفل ببعض الأوقات ممكن يتعرض لأي حدث، لأي صورة ممكن تعمل له حالة نفسية، طب أنا كيف قادرة انتبه أنه طفلي عنده مشكلة نفسية؟ تمام. شو بيثار عليه؟ خليني بداية نعرف أنه شخص بحسب منظمة الصحة العالمية عرفت على أنه الطفل هو أي حدا دون السن القانوني اللي هو تحت ال 18 سنة. طبعا مثل ما ذكرتي بالمقدمة، الأطفال مثل البالغين مثل كبار السن قادرين أنه هنن ينصابوا باضطرابات نفسية أو يصير في عندهم مشكلات نفسية. صحيح. أكثر الأشخاص اللي هنن قادرين يلاحظوا هاي التغيرات السلوكية اللي هي عم تطرأ عند الطفل هنن مقدمي الرعاية أو هنن الأهالي يلي هنن موجودين بالدائرة القريبة. ممكن كثير الأم تلاحظ على طفلة أنه بلش ممكن يصير في هاي التغيرات السلوكية تظهر عنده، يبلش انه هو يرفض مثلا انه هو يروح على المدرسه، تبلش عنده حاله من العناد ممكن المستمر اللي هو موجود بالبيت، ما عم يعرف انه هو يتواصل مع الاشخاص اللي هن قريبين منه مع رفقاته، ممكن يصير في عنده انسحاب اجتماعي من الدائره اللي هي محيطه فيه، ممكن كمان انه هو يتجنب انه يكون موجود ضمن المدرسه او ضمن رفقاته، بتلاقوه انه هو في كثير مهام عم يتوكل فيها من قبل ام ما عم ينجزها بطريقه صحيحه. ممكن تبلش عندنا فتره الكوابيس، مشكلات النوم ان كانت ما عم يقدر انه هو ينام، او ممكن يكون عنده نوم متقطع. في كثير علامات ممكن انه هي تظهر، والمهم يكون عند مقدم الرعايه او الام الوعي لحتى هي تقدر تلاحظ هي العلامات اللي بلشت تظهر عند الطفل وكيف بدها تتعامل معها وشو الطريقة الأنسب لأنه هي تحاول أنه تحد من هي السلوكيات اللي هي بلشت تظهر عند الطفل. تمام. واليوم يمكن الأطفال مثل ما هنم بحاجة لرعاية واهتمام من الأهالي بصحتهم الجسدية، هنم أيضا بحاجة لاهتمام بالصحة النفسية، لأنه أكيد كتير من المشاكل اللي ممكن يتعرضوا إليها ولازم يكون الأهالي كتير واعيين. خلينا نوضح ونعطي كثير من الامور اللي بتخص الاضطرابات النفسيه اللي ممكن تظهر عند هدول الاطفال، نوضح شو هي اهمها. تماما. هلا بدايه من لما بيكون الطفل مثلا مرحله المدرسه ممكن تبلش عندنا تظهر اضطرابات القلق، قلق الانفصال، قلق الامتحاني، الرهاب الاجتماعي، ممكن كمان تظهر العلامات الاكتئابيه عند هذا الطفل، انخفاض المزاج، ممكن كمان تظهر مشكلات اضطرابات النوم، كمان في عندنا مشكلات الطعام والتغذيه، كمان ممكن انه هو يكون في عندنا مشاكل بتواصل مع الاقران يلي هي عم يكون موجود معهم. في عندنا عده اضطرابات هي ممكن انه تظهر، ولكن في شيء كثير مهم، انا لما بتظهر عندي هي المؤشرات او هي المؤشرات اللي هي بتدل على وجود اضطراب فهو ما بيعني انه انا في عندي مشكله نفسيه، في كثير عندي في لازم يتم دراسه حاله لهذا الطفل، لازم يكون في دراسه حاله لكل المؤشرات اللي هي عم بتكون موجوده عنده، والسلوكيات ما فيني انا اقول مثلا هذا الطفل بطل يروح على المدرسه او هذا الطفل عم بيكون الان كل الوقت او متضايق او مزاجه منخفض معناته هو في عنده مشكله.
دائما السلوكيات إلى مؤشرات لتقاس بها، مثل المدة، الشدة، التكرار. هل هي ترى هي السلوكيات اللي بلشت تظهر عند الطفل هي ضمن البيئة اللي هو فيها فقط، ضمن المدرسة، ضمن البيت؟ لأنه بنعرف كثير في أوقات ضمن المدرسة بيكون بشخصية وضمن البيت بيكون بشخصية مختلفة تماما، وهي كثير شائعة موجودة عند كل الأطفال أكيد. تقريبا وبتبلش الأم تخبرك أنه أنا طفلي في عنده مشكلة معينة هي عم تظهر عنده، ولكن ما بتعرف أنه لما بتظهر المشكلة بمكان واحد فمعناتها في مشكلة بالمكان وليس في عنا مشكلة موجودة عند الطفل. وهون مثل ما ذكرتي شذى، اليوم لحتى طفلي اليوم يعاني من أي اضطراب نفسي أو بين عليه أعراض، هذا الشيء ما أجا من فراغ مثل ما بيقولوا، في أسباب اليوم، يمكن بالمدرسة، يمكن بالبيت، يمكن التعامل الأبوين أحيانا، انفصال الأبوين بالبيت، يعني أسباب كتير. اليوم خلينا نركز على أهم الأسباب اللي ممكن تخلي الطفل بعمر صغير يدخل مرحلة اكتئاب. تمام، خليني أوضح. يعني أنا دائما بحب نوه وأنشر الوعي على أهمية التنشئة الاجتماعية والتربية الوالدية الإيجابية يلي هي بتكون موجودة ضمن الأسرة. كتير في أهالي ما بيكون عندهم الوعي كافي إنهم يعرفوا يتصرفوا مع أطفالهم، بتلاقيهم يكون في عنا مثلا تذبذب بالمعاملة، أوقات منلاقي دلال زائد، أوقات منلاقي نوع من الإهمال وسوء المعاملة، وهذا الشيء بيكون جدا سلبي بمرحلة التنشئة أو مرحلة النمو الانفعالي يلي بيكون عند الطفل. فبتلاقي الأهالي بيقولوا لك أنا ما بعرف ليش ابني عم يتصرف بهي الطريقة، لكن ما بيعرفوا أنه ممكن يكون الطفل عم يتعلم بالنمذجة أو هو عم بيقلد السلوك اللي هو بيكون ظاهر عند الأهل. ممكن كثير يكون في عنا مرحلة الانفصال يلي هي بتكون بين الأب والأم، والطفل بيكون بحالة من التشتت، ما هو عرفان يكون مع الجهة مع أبوه ولا مع أمه، فبتلاقي إنه هو إذا بيروح لهي الجهة فممكن الطرف الثاني يزعل أو يعامله بطريقة ما منيحة أو ينحسب على حدا، فبتلاقي كمان بتشكل عنده حالة من يعني التشتت او انه ما عرفان كيف بده يكون الضبط الانفعالي عنده. حتى عاطفيا بتشتت الطفل اكيد. ممكن كثير كمان العنف المنزلي يلعب دور كثير كبير لما الطفل عم يتعرض للضرب او حتى للاساءه اللفظيه تماما. وكمان في عندنا من الاسباب اللي هي التنمر اللي بتكون موجوده ضمن البيئه المحيطه يلي هو موجود فيها. ممكن كمان نلاقي ممكن الاطفال يلي هن انتقلوا من مكان لمكان، نعرف هلا مرحله لما الأطفال طلعت أو نزحت من منطقة لمنطقة، فممكن يكونوا عم يلاقوا مشاكل مع المجتمع المضيف اللي هن موجودين فيه، أو ممكن تبلش عنا اضطرابات تأقلم اللي هن ما عرفانين كيف بدهم يتواصلوا مع المجتمع الجديد، تربوا على مكان معين، عادات، أشخاص معينين. تماما لاقوا هذا الفرق. ممكن الانتقال من منزل لمنزل بيلعب دور كتير كبير. تعددت الأسباب، ولكن الأشخاص اللي هن عندهم المسؤولية الكبيرة اللي هن مقدمين الرعاية والأهالي لهن يلاحظوا هي التغيرات السلوكية يلي هي بتظهر عند الأطفال. أكيد، يعني بالنهاية مثل ما ذكرتي عنا اليوم أسباب كثيرة لهي المشاكل، ونحن لازم نكون دقيقين ونعرف أكثر شو هو السبب الموجود اليوم عند أطفالنا. طيب خلينا نركز على القلق ونعرف شو في أنواع للقلق اليوم عند الأطفال، وأيمت هذا القلق ممكن يكون طبيعي أو ممكن يكون حالة مرضية. تمام، خليني أول شيء أقول إنه القلق عنا أو عند الأطفال هو شعور طبيعي وبيلزم إنه هو يوجد لحتى يكون في عنا استمرارية للحياة أو لحتى نحن نختبر كل المشاعر اللي هو المشاعر الطبيعية مثل مشاعر الفرح، السعادة، الإشمئزاز، الغضب، المشاعر الرئيسية اللي هي موجودة. طبيعي الشخص يشعر بقلق، ولكن لما يكون الشخص عم بيصير معه حالة القلق اللي هي عم بتحده من أنه يقوم بمهامه أو سلوكياته أو روتينه اليومي، أو هو ما عم يقدر أنه يروح على المدرسة، بلش تصير في عنده حالة من التجنب، فهم نقول أنه في عنا مشكلة بلشت تظهر عند الطفل، خصوصي لما هي المشكلة عند الأطفال بتستمر أكثر من 4 أسابيع. فنحن هذا المؤشر بدل على أنه في عنا نوع من اضطرابات القلق بلشت تظهر عند الطفل. ممكن يكون في عنا قلق الانفصال يلي هو بيكون الطفل بالمرحلة العمرية يلي هو بيكون مرحلة 6 سنين 12 سنة، بتلاقوا الطفل بهي العمر بده يروح على المدرسة، بده ينفصل عن العائلة ويتكون عنده البيئة الاجتماعية اللي هو بده إياها، بكون مرحلة تكوين الصداقات، كيف يكون تعارفه مع الأشخاص الجدد، كيف يكون في عنا المرحلة ما بين أنه بتروح الأم بتكون هي العراب، بعدين بتصير في عنا النموذج هي الأنسة اللي بتكون موجودة بالمدرسة. فهي المرحلة مثل مرحلة تكوين
تكوين مبدأ الاستقلالية عند الطفل. فبهي المرحلة كتير مهم أنه يتكون هذا المفهوم عنده ويعرف بالضبط قديش مهم تكوين هذا المفهوم بطريقة كتير صحيحة لحتى هو يقدر أنه يتجاوز هاي المرحلة بسلاسة وبأمان. في عندنا كمان الرهاب الاجتماعي اللي هو بيكون عند الطفل ما قدران يكون موجود بين مجموعة، ما قدران أنه هو يحكي قدام الأشخاص اللي كتار. بنلاقي الطفل بيكون بقلب المدرسة أنا ما قدران أطلع لعند اللوح لأني أنا ممكن أقدم درس أو أعطي درس لأنه أنا بخاف أنهم شو ممكن يكون يحكوا عني، بخاف أن ردود أفعالهم. كمان هي مجموعة من اضطرابات القلق اللي هي ممكن أنه هي تتواجد عند الأطفال. طيب اليوم الأعراض اللي عم تذكريها كمان تتشابه بأعراض ما بين الاكتئاب والقلق، يعني في أعراض كتير ممكن تتشابه. اليوم هون الأم بتقع بحيرة، يعني أنا ابني بحالة قلق أو بحالة اكتئاب، خليكون قلق يمكن أهون من الاكتئاب بكتير، يعني كيف نحن قادرين نميز؟ هل اليوم بحاجة لأخصائي يقدر هو يحدد نوع الحالة اللي عم بوقف فيها الطفل أو ممكن الأم تقدر؟ هلا القلق والاكتئاب بمجال واحد بحده وحده، ما فيني اقول انه انا هذا الاضطراب انا بقدر اتعامل معه، هذا الاضطراب الثاني انا ما بقدر اتعامل معه. اي مشكله نفسيه بتظهر عند الطفل لما بنقدر انه نحن نكتشفها بوقت مبكر فنحن قادرين انه نتعامل معه. وعند الاطفال في عندنا سرعه بمرحله التعافي او مرحله الشفاء لانه هنا عندهم القابليه الاكثر انه هم يكونوا مرنين اكثر ويسمعوا من الاشخاص اللي هم مقربين منهم ويعرفوا انه هم يلتزموا بهي النصائح بطريقه صح. القلق والاكتئاب في لهم نوع من التشابه انه هن من الاضطرابات المزاجيه، ولكن في عندنا القلق لما نحن بدنا نحكي عنه بيكون من مرحله التجنب اللي هو بيعملها الطفل، بيكون مرحله انه هو الانسحاب من البيئه اللي هو موجود فيها، بيكون في عنده حاله من ممكن تسرع بضربات القلب لما هو او سرعه بالتنفس لما هو بيصير في عنده تذكره او مثل فلاش باك نحن بنسميها بموقف هو صار معه، لانه هو بده يطلع عنده رده فعل من حدث صادم صاير معه. ممكن كثير يكون في عندنا انه هو بده يتجنب انه يروح على هذا المكان لحتى ما يذكره لانه هو بيكون مثير انفعالي، عم يبلش انه هو يظهر عنده بشكل عنده ردات الفعل، ممكن يبلش عنده تظهر الكوابيس، ممكن مثل ما قلنا بشوي اضطرابات النوم، ممكن كثير انه هو ما عرفان شو يعني ما عرفان يلقط حاله، في تغيرات بلشت تظهر بسلوكه ولكن هي غير قادرة على يمكن هو ما شكل عنده اكيد مفهوم الوعي الذاتي فهو ما عرفان شو الشيء اللي صاير معه. بالنسبة للاكتئاب فممكن المؤشر الرئيسي انه احنا بيكون في عنا نوع من الانخفاض المزاج، حالة من الحزن المسيطر على الطفل. كمان الاعراض الانسحابية هي بتكون موجودة عنده، اعراض الانسحاب الاجتماعي. ممكن ما يكون قدران انه هو يتجاوب مع المحيط يلي موجود فيه، ما قدران انه هو يقوم بادائه بطريقه صح مثل مهامه يلي نحن عم نوكله فيها. ولكن الاعراض اللي هي كثير العرض الرئيسي لحتى نحن نشخص القلق او الاكتئاب انه هذا الطفل ما قدران انه هو عم بيعيقه على ممارسه حياته اليوميه، فهون بنقدر نقول انه بحاجه لاستشاره من اخصائي خصوصي انه بعد ما تطلع مده الاربع اسابيع. طيب اليوم نحن كيف بنقدر نساعد طفل عم يمر بحاله نفسيه او ازمه نفسيه معينه، كيف بنقدر نتعامل معه ان كان بدايه من الاسره او حتى يمكن كاختصاص نفسيين، ايمت ممكن نلجا لاختصاصيه؟ تمام، الاسره الى الدور الاكبر والاكبر بمؤسسه اكيد وتكون الداعم لحتى هي تقدر انه هي تكون توفر البيئه الايجابيه الصحيه السليمه للاطفال. فلما بيكون في عنا الاهل قريبين من الاطفال قدرانين انه هنن يكونوا عم بيسروا لهم عم يحكوا لهم، يكون في عنا جسر من التواصل موجود بين الام وبين الطفل او حتى بين الاب وبين الطفل، فهذا الشيء عم بيوفر انه الشخص في عنده الطفل في عنده مساحه امنه بيقدر انه هو يلجأ لها، بيحكي كل الشغلات اللي هو بده اياها، قدران يعبر من دون خوف من دون اطلاق احكام، قدران انه هو يتصرف بالطريقه اللي هو بده اياها لانه عرفان الطرف الثاني هو متقبل هو داعم. بيجي الدور الثاني الاكبر اللي هو
ضمن المدرسة، لما نحن بصير في عنا مشكلة عند الطفل فنحن بحاجة لأن نتواصل مع المدرسة ككادر إداري، كالأنسة المشرفة عليه بشكل مباشر، لحتى نحن نوصل له فكرة أنه طفلي عم بمر بمرحلة معينة، بمرحلة مشكلة نفسية معينة، فنحن بحاجة لأنه ندعم بعض نحن مع المدرسة حتى مع الاختصاصي النفسي، لحتى نقدر نلتزم بالتعليمات يلي هي موجودة من قبل هاي الأطراف الثلاثة. كتير مهم أنه نحن نلتزم بالتعليمات اللي هي عم بتكون من قبل الاختصاصي النفسي، لأنه متى ما كانت سرعة الالتزام بالمعلومات أكثر، كل ما قدرنا أنه نحن نوصل لدرجة من التعافي بطريقة أسرع. أكيد. خلينا يعني بدل ما نروح نحن لهدول الإجراءات، نروح لموضوع أنه نحن نحمي هذا الطفل من أنه يصل لمرحلة الاكتئاب أو يصل لمرحلة مراحل قلق بكير، يعني بعد مشوار طويل يعني مثل ما بيقولوا. لو شو أهم النصائح كأخصائية حضرتك وتشوفيها من خلال عملك وتجاربك، تجاربك اليوم شو الأولاد أكثر شيء عم يعانوا منه أول شيء، وتعرف شو بتقولي للأمهات اليوم لحتى نحمي هدول الأطفال؟ هلا اكثر الاطفال بهذا الوقت اللي احنا عم نقابلهم عم بيكون في عندهم تعريض للعنف المنزلي، للعنف الاسري. ممكن كثير في اهالي عم يقولوا لك انه انا هي التربيه انا عم بربي فيها طفلي، كنا نتربى عليه قبل ولك كيف طلعنا ما احلانا. هي التربيه هي والتنشئه الاسريه الخاطئه هي من اهم الاسباب اللي هي بتادي الطفل لانه هو يدخل بالمشكلات النفسيه والاضطرابات النفسيه. فنحن نحاول انه حتى طريقه التواصل بين الاهل وبين الطفل، الاساءه اللفظيه او سوء المعامله او الاهمال او حتى التذبذب بالعلاقه، كثير صعبه على الطفل انه هو يتقبلها، لانه هو بيكون في مرحله بقى الصراع ما بين افكاره وسلوكياته اللي هي عم تظهر وما بين الطريقه اللي هو عم بيشوفها عم تظهر عند الاهالي. فنحاول انه نحن نوعي الاهل بدايه على اهميه التواصل الجيد والفعال يلي بده يتم عند الطفل. كمان بدنا نحاول انه نحن نكون لما نكون قريبين منه عم نوفر له البيئه الايجابيه الداعمه، نحاول نعلمه من هو صغير كيف يكون التفريغ الانفعالي، كيف يكون التعبير عن المشاعر، لحتى هو ما يكبت وما يحط هي الشغلات كلياتها اللي هي بتصير معه او المواقف اللي هي بتصير معه بالمدرسه يحطها جواته وتطلع بعدين على اشكال. هي اهم شيء الكبت على فكره. تماما، لانه كثير الاطفال عم بيكونوا بمرحله ما عم يقدروا انه هن يعبروا، او اطفال ما بتعرف انه هي كيف بدها تعبر، وهون بقى بتصير المعضله، كيف نحن بدنا نحاول نعلمهم بس التفريغ الانفعالي، كيف يعبروا، كيف يلتزموا بنشاطاتهم، دائما نخلطهم مع المجتمع المحيط فيهم، الدائره القريبه، يكونوا موجودين مع اطفال كمان داعمين، ما يكونوا اكبر من عمرهم وما يكونوا اصغر من عمرهم، ضمن الفئه العمريه لإلهم، لحتى هن يقدروا يتواصلوا بطريقه فعاله اكثر وتكون صحيه اكثر. أكيد. بالختام معلومات ونصائح جدا مهمة، بدنا نشكرك كثير الاختصاصية النفسية شذا عبد اللطيف، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. شكرا لك ولكل المعلومات اللي ذكرتيها، نورتي صباحنا وهيك صباحك حلو على طول. شكرا لك.